الكريم متابعين الكرام في كل مكان، محبي رياضة الآباء والأجداد، عشاقي سباقات الهجن العربية الأصيلة، أحييكم مرة أخرى من هذا الموقع مع اندفاعي وانطلاقي سادس أشواطنا في هذه الفترة الصباحية الجميلة التي تعلن عن بداية هذا الموسم الخاص لعاصمة الميادين ميدان الود بانطلاق شوط البكار. المهجنات الأصايل التي بدأت بالصراع، بدأت بالنزاع، بدأت بالمنافسة على مقدمة الشوط ليتقدم هذا الحمر الجميل، ليتقدم هذا الشعار المميز، صباحك وردة حمراء يا الخيلي، تتقدم مع المركز الأول في هذه اللحظات والمنطلقة والمتواجد الآن أيضا مع المستحيل وأيضا المندفع أيضا مع المحترف، وهنالك الظافر وهنالك ذلك أيضا أسماء قادمة في هذا الصراع تتقدم مع مقدمة الشوط من أجمل الأسماء بل وأغلى الأسماء لقلبي العنود تتقدم مع المركز الأول ليتقدم المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم مع شعار هجن الرئاسة. متابعين الكرام نور دارك يا غلاي وحنيني، تتقدم العنود مع المركز الأول بينما النقل إلى المركز الثاني تتقدم مع ثاني المراكز وتنطلق الطيارة. الله الله يا الطيارة، الذكريات الجميلة والأسماء القديمة والذكريات اللي من سنين لابد أن يراودها الحنين. تتقدم الطيارة لتتقدم بشعار هجن الرئاسة لينطلق المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، من يقدم الطيارة لتتقدم مع هذا الشعار الكبير. المركز الثالث هملولة مع المركز الثالث قادمة وغيرت وانطلقت إلى ثالث المراكز تتقدم بشعار هجن الرئاسة يقدمها الظافر علي بن جميل الوهيبي في التضمير. المركز الرابع الشاهينية لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الخامس في هذه اللحظات القادمة هملولة لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس لنبي في عملية التضمير. هذه هي النتيجة، هذا هو النداء، لكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى العنود، إلى عنود الصيد اللي صادت المركز الأول، اللي تقدمت مع المركز الأول، العنود لهجن الرئاسة، العنود تتقدم بلون الحب والعشق واسم الحب أيضا، تتقدم العنود مع الكيلو متر الأخير راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثاني الطيارة، مرحبا بك يا الخيالي، حنا بدو وابسط عباراتنا فوت بين الضلوع وكنا هالبيت بيتك. تتقدم الطيارة ويتقدم المميز بينما المركز الثالث وصل الشعار العيناوي لتتقدم هملولة ويتقدم شعار سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي. أخذ المركز الأول ولا العنود ما زالت صامدة، ما زالت صامدة العنود وهملولة، ولكن هملولة بالشعار العيناوي الجميل، العنود وهملولة، وهنا هملولة غيرت سيطرت
ابدعت ابدعت امتعتي والله امتعت، ذهبت مع المركز الاول هملولة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس إلي نبي مع الشعار العيناوي زعيم في كل مكان، زعيم في كل مكان، في كل رياضة زعيم. وهنا متابعينا الكرام هملولة لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان تؤكد بأن الزعامة ما زالت للزعماء. تهانينا للمضمر محفوظ بن خميس لينيبي المركز الثاني العفريت لحجن الرئاسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الثالث. وصلت فيه العنود لحجن الرئاسة مع راشد بن محمد بن سمي المنصوري المركز الرابع. وصلت فيه منصورة لهجن الرئاسة مع المميز مبارك الخيالي المركز الخامس. وصلت خامسا الطيارة أيضا لهجن الرئاسة أيضا مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. إذا متابعينا الكرام في كل مكان هكذا الشوط الجميل الذي بدأ مع العنود وانتهى بهملولة. تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، تهانينا للزعيم محفوظ بن خميس لينيب. التوقيت 6:12 أربع أجزاء من الثانية والتوقيت الزمني، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني توقيت الزمني 6:17 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة على فوز العفريت، تهانينا لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. بينما المركز الثالث أيضا لهجن الرئاسة مع راشد بن محمد بن سمي المنصوري، والتوقيت الزمني 6:18 ثمان أجزاء من الثانية، لحظة فوز وانتصار العنود.